عاجل تهديد مصري في قلب أمريكا قبل ضرب سد النهضة، ومسؤول فرنسي يكشف أسرار صفقة الرافال لمصر، وصدمة تفاصيل كارثة كبرى، 4 عمال ماتوا في حضن بعضهم البعض وتفحمت جثثهم، وحقيقة مقتل لواء شرطة في القاهرة، ننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو، والأقمار الصناعية تكشف شيء هام عن الأرصاد في مصر خلال ساعات، وخبر مؤسف عن سمير غانم، تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية الخاصة به. كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده حقيقي يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل تهديد مصر في قلب أمريكا قبل ضرب سد النهضة. السفير المصري في واشنطن اعتبر أن تكرار الممارسات الإثيوبية الأحادية في أحواض الأنهار سيكون لها تباعات وآثار جسيمة في نهر النيل. خلال مشاركته في ندوة بكلية الحرب الوطنية الأمريكية، شدد زهران وهو السفير المصري في أمريكا على أن مصر لا يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص في أمنها المائي، وحذر من أن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ممكن أن ينتج عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر، وكذلك تفاقم الآثار السلبية لتغيير المناخ على نحو لا يمكن احتوائه، وحدوث أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة، وأكد أن هذا لا يمكن السماح بحدوثه. وأضاف وقال أن قضية مياه النيل في كل من مصر والسودان أخطر من أن تترك أسيرة للوضع الداخلي في إثيوبيا، لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة. وتابع وقال أن الإدارات الإثيوبية المتعاقبة هي التي بدأت وبشكل متعمد على اتباع سياسات تقوم على تأجيج الرأي العام الإثيوبي فيما يخص موضوعات مياه النيل والمتاجرة بها داخليا، في إطار محاولة لاحتواء التوترات الداخلية الموجودة الآن بإثيوبيا، بدلا من السعي للتوصل لحل وسط يؤمن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة. ولفت وقال إلى أنه كان هناك حلا على مائدة المفاوضات في أمريكا العام الماضي يتيح توليد الكهرباء بأقصى كفاءة ممكنة من سد النهضة، كما يضمن حق إثيوبيا في إقامة مشروعات مستقبلية تحت مظلة القانون الدولي، إلا أن الجانب الإثيوبي تغيب في اللحظة الأخيرة عن الاجتماع المخصص لتوقيع الاتفاق، وده طبعا عشان هو شايف وفضل التحرك الأحادي دون التقايض بالقانون الدولي ودون أي تنسيق. زهران شدد وقال إن مصر لا يمكن أن تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل، وأن ذلك يعد قضية وجودية ومصيرية بالنسبة للشعب المصري، وطالب بدعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما معناه أن السفير المصري في أمريكا يحذر أمريكا من يعني تبعات التحركات الأحادية في موضوع سد النهضة، وقال إن مصر مش هتسمح بأن يكون في تهديد للأمن المائي المصري، وإن هذا الأمر يهدد الحياة الوجودية في مصر، هذا الأمر لن تسمح به مصر، ويعني زي ما تقول كده ده تحذير مصري لأمريكا إن هيكون في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وعدم وجود أمن، لأن مصر مش هتسمح بيعني إن إثيوبيا تاخد منها قطرة مياه، والرئيس السيسي قال اللي عاوز يجرب يجرب. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، أحب أعرف تعليقات حضراتكم على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر، ومسؤول فرنسي يكشف أسرار صفقة الرافال لمصر. في مسؤول بوزارة القوات المسلحة الفرنسية قال لوكالة رويترز بأن قيمة الصفقة الخاصة ببيع 30 مقاتلة من الرافال التي تصنعها شركة داسو الفرنسية لمصر تبلغ نحو 4 مليارات يورو،
مسؤول فرنسي أشار إلى أن التسليم سيبدأ عام 24 وأن مصر ستستلم المقاتلات بين عام 2024 و2026. المسؤول قال أنه تم توقيع عقد ترتيبات التمويل أمس التي تشمل ضمانات حكومية فرنسية بنسبة 85%، ومن المرجح بدء العمل على تنفيذ الصفقة في يونيو المقبل. وزارة الدفاع المصرية أعلنت توقيعها اتفاقا مع فرنسا لتزويد الجيش المصري ب 30 مقاتلة جديدة من نوع داسو رافال. المصدر معنا كان من رويترز. نتمنى إن شاء الله الخير لمصر وللجيش المصري. كل ما بقى عندنا سلاح، كل ما كان موقفنا الدبلوماسي والسياسي قوي. يعني حتى وجود هذه المقاتلات ترعب إثيوبيا حقيقة، ويعني هذا الأمر يجعل أبي أحمد يعني ممكن أن يخضع لأي اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. يمكن هذه يعني رؤيتي البسيطة، وأترك طبعا لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وصدمة تفاصيل كارثة كبرى. 4 عمال ماتوا في حضن بعضهم البعض وتفحمت جثثهم في مصر. كشف عدد من السكان بشارع لاشين مصطفى اللبان بدار السلام في مصر تفاصيل حريق مخبز تسبب في وفاة 4 عمال بداخله. موقع مصراوي قال هذه التفاصيل نقلا عن شهود عيان، حيث ناقشت رهلام للموقع تفاصيل الواقعة منذ بدايتها، ولفتت إلى أنها كانت بمنزلها الذي يقع في المنزل المقابل للمخبز وقت الحريق، حيث فوجئت بسماع صوت عدد من الانفجارات المتتالية، وعلمت بعدها أن هذه الانفجارات ناجمة عن انفجار أنابيب الغاز المتواجدة بالفرن الذي يفتقد لكل إجراءات الأمن الصناعي. أوضحت أن عدد العمال الذين تواجدوا لحظة اشتعال الحريق كانوا 5، بالإضافة إلى صاحب المخبز، حيث كان العمال 4 داخل المخبز، وعندما انفجرت الأنابيب واشتعلت النيران اندفعوا إلى الحمام للاختباء من النيران، حيث لم يستطيعوا الفرار للخارج بسبب ارتفاع ألسنة اللهب. مصراوي نقل وقال عن شاهد عيان آخر يدعى ميم عين قوله إنه تم إنقاذ العامل 5 لأنه كان بالقرب من باب المخبز، كما نجا صاحب المخبز من الحريق. وشخص آخر يعني روى أقصى لحظات الحادث وقال عندما تم الانتهاء من إطفاء الحريق قاموا بالبحث عن العمال المتواجدين في الداخل، فعثروا عليهم مختبئين داخل الحمام وقد توفوا، موضحا أن المنظر الأبشع والأصعب عليهم كان عندما دخلوا ووجدوا عاملين كانوا حاضنين بعضهم البعض بسبب الرعب من النيران وماتوا في حضن بعض وتفحمت جثثهم. وأصدرت نيابة دار السلام أمرا بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مخبز بدار السلام لبيان أسباب الحريق، واستدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم، واستعلمت من حي دار السلام عن حصول مالكه على ترخيص من عدمه. المصدر معنا كان من مصراوي. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر أهليهم ويجعلهم من أهل الجنة إن شاء الله. وننتقل لخبر آخر، حقيقة مقتل لواء شرطة في القاهرة. ونفت وزارة الداخلية تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل لواء شرطة متقاعد في شقته بالقاهرة. وفي بيان نقلته الوزارة نفى مصدر أمني صحة ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقتل لواء شرطة بالمعاش قبل إفطار اليوم داخل شقته بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وسرقت مبلغ مالي. المصدر أكد وقال عدم صحة ما تم نشره في هذا الأمر جملة وتفصيلا، حيث تبين من الفحص أن الواقعة تعود أحداثها لشهر مارس الماضي، وأن المجني عليه على المعاش وكان يعمل موظفا سابقا بإحدى الجهات الحكومية وتم تحديد مرتكبي الواقعة. البيان أضاف وقال أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ولفت إلى أن المجني عليه لم يكن يعمل بوزارة الداخلية في وقت سابق. أفادت بعض وسائل الإعلام المصرية العثور على جثة ضابط شرطة داخل شقته بمنطقة الساحل في القاهرة، قتل على يد خادمتين تآمرتا مع شخصين آخرين حيث سرقوا مبلغا ماليا. هذا الأمر طبعا يعني إشاعات. المصدر معنا كان من RT. وننتقل لخبر آخر معنا، والأقمار الصناعية تكشف شيء هاما للأرصاد في مصر خلال ساعات. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية
أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير لاستمرار الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يكون طقس شديد الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة. الهيئة أشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة، كما تصل درجات الحرارة على جنوب مصر إلى 43 درجة مع نشاط رياح على مناطق متفرقة. طبعا حضراتكم يعني شفتوا امبارح كان عامل ازاي، والنهاردة برضو عامل ازاي ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب مصر. وعن حالة الطقس، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء. ومن جانبه كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن مصر تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء. المصدر معانا كان من اليوم السابع، يعني نتمنى إن شاء الله وندعو الله إن ربنا يخفف عننا حرارة هذا الجو. نتقل خبر آخر معانا، وخبر مؤسف عن سمير غانم، تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية له. في مصادر مقربة من أسرة الفنانين المصريين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز عن استقرار الحالة الصحية لهما بعد نقلهما إلى المستشفى. وكان في أخبار مؤسفة جدا عن نقل سمير غانم للمستشفى، وطمأنت المذيعة بوسي شلبي جمهور سمير ودلال قائلة إن الحالة الصحية لهم جيدة ومستقرة وفي تحسن. في وقت سابق كشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنان المصري قد نقل إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي بعد أيام من نقل زوجته إلى المستشفى بسبب تعرضها للإصابة بالوباء. قال مصدر إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، ودخل بسببها العناية المركزة بمستشفى عادية وليست مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، والمفروض أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين. الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم قد أعلن عن نقل سمير غانم وعبد العزيز للمستشفى، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك لكل متابعين الغاليين: أرجو منكم الدعاء لحبايبنا أغلى وأنقى وأطيب الناس سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء العاجل يا رب يا رب، بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهم واكتب لهما الشفاء العاجل. المصدر معنا كان من آرتي، نتمنى الشفاء يا رب للفنان الكبير سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بإذن الله. ربنا رب يرفع عنهم البلاء والوباء، ويرفع عننا جميعا البلاء والوباء. خلوا بالكم لأن الأيام دي حقيقي يعني صعبة جدا. أنا جدتي للأسف حاليا في مستشفى العزل، يعني أرجو من حضراتكم أنكم تدعوا لها عشان إن شاء الله تقوم بالسلامة. فنخلي بالنا من الوباء المنتشر حاليا وناخد احتياطاتنا، وربنا يستر علينا إن شاء الله. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا اي بي، وعلى الفيسبوك إسلام الأمير مصر ميديا اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، وتحية كبيرة لأبانوب المسؤول عن المونتاج للفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.